السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أصدقائي الكرام، أحييكم وأنا على جنب ساحل البحر من هذه المنطقة ما تسمى بتهضرت. فإخواني عندنا رسالة فيها يعني من المواساة لأخونا وحبيبنا مول كاسكيطة. نعم مول كاسكيطة أخونا. فأولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فانطلاقاً من قول الله جل في علاه وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة، وقال الصادق المصدوق رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. نعم يا أحباب، عن النواس، عن النعمان بن بشير، عفوا، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإخواني، هذه رسالة من محبكم وحبيبكم عمر أبو حفصة إلى أخونا وحبيبنا مول كاسكيطة. فأولا يا أخي مول كاسكيطة، لما رأيتك انفرجت كربتي. إني والله يا أخي تركتنا في سواد عظيم في عالم التواصل. نعم نعم، كلام من القلب يا أخي، اسمعني جيدا، لكن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واعلم يا أخي، لولا البلاء ما كان يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ملك مصر، لولا البلاء. نعم، وكما قال تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ونحن يا أخي مول كاسكيطة في انتظارك من المعلومات الجديدة التي حدثتنا يعني بها في اللايف الأول. نعم يا أخي، وفي الختام أقول لك: أبشر بالخير فإن الفارج هو الله. ولا تنسى يا أخي أن تحسن إلى زوجك وأولادك. وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وأي خير بعد هذا يا أخي مول كاسكيطة من ربي سبحانه وتعالى أكرمك بمرأة صالحة، ونحن شهود الله في الأرض. نعم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر قالوا: أنتم شهداء الله يعني على الأرض. أحييك يا أخي، وأحيي كل المغاربة، كل من ساهم وكل من ساعد وكل من وقف يعني جنب لأخينا. أنت أخونا، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب. ونسأل الله تعالى العفو والعافية لنا ولجميع الأمة الإسلام. وأحييكم يا أحباب، وأحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الملتقى. وحتى لا ننسى، رسمعت مول كاسكيطة صرح واحد اللايف قال يعني بأن الزوجة ديالو الأهل ديالو وقفت معاه، وقفت رجل. هنا كنتذكر سبحان الله العظيم هذاك الروبورتاج اللي وقع بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا خديجة، باش رسول الله يعني ترتجف بوادره. اش قاتلو رضي الله عنها؟ قاتلو: والله لا يخزيك الله أبدا. سبحان الله العظيم. وهنا أقول هذه الكلمة: شحال من مسجون ها مظلوم وبلا جريمة. يا الغلط يا الغافل، هذه الدنيا ما هي مضمونة ديما، راه الزمان للرجالة والنفس الكريمة.